بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أرحب بالحضور الكرام وبالمحاضر الدكتور علاء الدين العمري، ويسعدني ويشرفني أن أكون بينكم الليلة في هذا المكان العزيز عن قلبي لنتحاور في الإبداع وأهميته في حياتنا اليومية. فكما تعلمون أن الإبداع أننا نعيش في عالم لا يقبل بالطرق التقليدية والقديمة في التعامل وفي التفكير وفي الإدارة والعمل، وتعتمد حياتنا على المنافسة على الإبداع، على صفة الإبداع. وخير ما تتجلى أهمية الإبداع في قول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بديع السماوات والأرض: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سورة البقرة. والإبداع كمفردة ارتبطت مع اسم من أسماء الله الحسنى البديع، بديع السماوات والأرض، أي خالقها ومنشئها، بادئ الأمر ومكونه. فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشرية وصورها في أحسن صورة، وميز كل شخص وخلق كل شخص فينا وميزه بصفات تختلف عن الآخر. في ذلك فنحن متميزون ولسنا متشابهون مع بعضنا البعض، بغض النظر إذا تعمد البعض أن يتشابه أو يتشبه بالبعض الآخر. فنحن متميزون بصفاتنا وبمواهبنا وقدراتنا الفطرية. نختلف ونتفاوت مع بعضنا البعض في هذه القدرات من حيث الأدوات والممارسات والمهارات التي تساعدنا في إنماء تلك القدرات. فالإبداع هو القدرة على أن نرى ما لا يراه الآخرون بأسلوب مميز في إيجاد حلول لمشاكل مختلفة بأساليب منفردة وغير مسبوقة. فالإبداع حالة مميزة لبعض البشر يسمون المبدعون. واليوم نحن نتناقش ونتحاور في أمسية ثقافية حول كيف نصنع الإبداع وما هي الإبداع في صناعة شخص مبدع قادر على أن ينمي مهاراته ويطور أدواته في تنمية وتطوير الذات من خلال التفكير الإبداعي والمشاركة في العمل الإبداعي. ينقلنا الدكتور علاء الدين يوسف العمري في رحلة نغوص معه في مكنون الإبداع وماهيته وأهميته في حياتنا وكيف نصنع الإبداع. في البداية أود أن أرحب بالدكتور علاء الدين، واسمحوا لي أن أعطي نبذة عن أستعرض إليكم نبذة عن الدكتور عن سيرته الذاتية. الدكتور علاء الدين يوسف العمري أستاذ مشارك في قسم الحاسوب كلية تقنية المعلومات جامعة البحرين، حاصل على شهادة هندسة الإلكترونية والاتصالات من جامعة الموصل، وشهادة الماجستير في هندسة الاتصالات الرقمية من الجامعة التكنولوجية بغداد العراق، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة تويوهاشي في اليابان في هندسة الأنظمة والمعلومات. له خبرة في العمل الجامعي لمدة تزيد عن 20 عاما، وشارك في تطوير البرامج التعليمية لهندسة الحاسوب ونظم المعلومات، ولديه خبرة في الجودة الأكاديمية، ولديه العديد من الأبحاث في المجالات التعليمية وفي الأكاديمية، ونشر العديد من المقالات عن التعليم الإلكتروني والتقنيات الرقمية والثقافة المعلوماتية، وأيضا هو عضو جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيك الأمريكية، وعضو هيئة دولية لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وعضو في جمعية تقنية المعلومات في البحرين. دكتور علاء الدين، نشكر لك على المحاضرة، ففضل بإبقائك. كيف نصنع الإبداع؟ شكرا دكتور علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يسعدني أن أكون معكم في هذه الأمسية لنتحدث عن موضوع كيف نصنع الإبداع. سنتكلم عن تعريف الإبداع وجوانب الإبداع وأهمية الإبداع في عصر المعرفة وكيف نعزز ظاهرة الإبداع والمعادلة الذهبية للإبداع وأسس التفكير الإبداعي وقياس مستوى الإبداع والمعوقات وكيف نصنع إنسان مبدع.
بدأ الاهتمام بالإبداع والمبدعين بسبب المنافسة والتسابق التكنولوجي بين الدول الغربية والشرقية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وشهدت خمسينيات القرن الماضي أولى محاولات التأطير النظري للموضوع دراسة في عالم النفس إليكس أوسبول عام 1953 في كتابه التخيل التطبيقي الذي اقترح طرقا فعالة لتحقيق الإبداع عن طريق العصف الذهني. وكانت هناك محاولات عديدة من قبل علماء آخرين أنتجت بعض النظريات عن الموضوع كنظرية مارك وسايمون التي فسرت النظرية الإبداعية ونظرية بيل وستولكر ونظرية ويلسون ونظرية هاج أويكن التي تعد من أكثر النظريات شمولية إذ أنها تناولت المراحل المختلفة لعملية الإبداع فضلا عن العوامل المؤثرة فيه. اختلف العلماء المعاصرون في تحديد مفهوم الإبداع والابتكار لأن كل منهم تناوله من زاويته الخاصة أو تخصصه أو خلفيته العلمية أو اهتماماته الشخصية. فبعض العلماء عرف الإبداع على أنه المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته على الانشقاق من التسلسل العادي في التفكير إلى تفكير مخالف كليا. والبعض الآخر عرف الإبداع على أنه التعبير عن القدرة على إيجاد علاقات بين الأشياء لم يسبق أن قيل أن بينها علاقات، أو النظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة ثم تطوير هذا النظر ليتحول إلى فكرة ثم إلى تصميم ثم إلى إبداع قابل للتطبيق والاستعمال. وهناك أيضا من عرف الإبداع أنه مزيج من الخيال والتفكير العلمي المرن لتطوير فكرة قديمة أو لإيجاد فكرة جديدة مهما كانت الفكرة صغيرة ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف ويتطبيق واستعمال. ولا يقص الإبداع على الجانب الثقافي أو العلمي فحسب، بل يتعداه إلى مجالات مختلفة في الصناعة والتجارة والفن وتصميم السلع والآلات والمعدات وطرائق التصنيع بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. فالإبداع ليس إلا رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة. لذلك يمكن القول أن الإبداع يتطلب القدرة الخلاقة لحل المشاكل عن طريق التفكير بشكل مختلف ومبدع أو ما يسمى بطريقة التفكير خارج الصندوق لإيجاد الحل المناسب لمشاكل المعقدة. وإننا نعيش الآن في عصر المعرفة، وفي عصر المعرفة الأفكار تعتبر رأس المال الأهم. لقد كانت كلفة الإنتاج مقسمة بنسبة 80% للمواد الأولية و 20% للمعرفة، واليوم هي مقسمة بنسبة 70% في المائة للمعرفة و 30% للمواد الأولية. يقول سوارت كيرنر في كتابه قرن الإدارة إن عصر المعلومات يجعل الأولوية للعمل العقلي، وهذا إدراك متناهي لحقيقة أن توظيف الأشخاص الموهوبين وتنميتهم والحفاظ عليهم أمر أساسي في المنافسة. مجتمع المعرفة يرتبط بالاستعداد العقلي لكل من بناء فرص النجاح والتفوق، خلق رؤية للمستقبل، التركيز على القدرات التنافسية العالمية، التركيز على تنمية كل المجتمع وليس جزءا منه، وتحول دور الحكومة إلى التحدي المنظم. فالإبداع هو ركيزة في مجتمع المعرفة، وتشكل نظم الإبداع قاعدة المجتمع المعرفي. فالإبداع مصدر الميزة التنافسية للاقتصاد المعرفي ومفهومه يتكامل مع مفهوم الابتكار. واستولت مفاهيم الإبداع والابتكار على عقول صناع السياسة والاقتصاد كوسيلة لزيادة الدخل الوطني والفردي. وجدت الصناعات الإبداعية والابتكارية عنصرا مهما في تكوين اقتصاديات الدول المتقدمة. وأدت الصناعات الإبداعية والابتكارية إلى تغيير نظرة المستهلك إلى نواتج الابتكار، وكذلك في نظر رجال أعمال الجنود من أفراد وشركات الذين وجدوا في الصناعات الابتكارية مجالا أوسع للكسب والربح معتمدين على عقولهم ومعارفهم. وبدأت الدول النامية تغير استراتيجيتها الصناعية لأنها وجدت في الصناعات الإبداعية وسيلة مناسبة للتنمية البشرية والاقتصادية وتكبير حجم اقتصادياتها، وهذا ما حدث في تقوم به الهند والصين وماليزيا والدول الشرق آسيا. من هنا حول واضعو السياسة واستراتيجيات التعليم والعلوم اهتمامهم إلى تحديث ثقافة الإبداع والابتكار، بعد أن تأكد لرجال السياسة أن القيمة المضافة لا تأتي من التصنيع الثقيل كتحويل الحديد إلى سيارات، وإنما من قيمة المعلومات ونواتج البحوث العلمية والسلع المبتكرة التي يقوم بإنتاجها المبتكر.
لفهم ظاهرة الإبداع هناك خمس أمور تساعد في فهمها. الأمر الأول أن الإبداع هو عملية تراكمية تتراكم عند الإنسان، وكلما زادت خبرته زادت فرص الإبداع لديه. وثاني الأشياء أن الإبداع لا ينشأ من فراغ، وإنما يحتاج إلى حافز لانطلاق. وكذلك الإبداع لا يتوقف على قدرات المبدع، فكثير من المبدعين لم يكن لديهم ذكاء عاليا أو قدرات خارقة، وإنما حصلوا على إبداعهم بالتحليل والجهد والمثابرة. والإبداع نتاج تفاعل المبدع مع غيره، فالتفكير الجماعي والعصف الذهني يولد الإبداع. والإبداع أيضا يتأثر بالمناخ المحيط للمبدع، فكلما كان المناخ مشجعا للمبدعين زادت فرص الإبداع والعكس. وهناك مؤشرات تدل على توافر موهبة الإبداع عند أي شخص. هو أن الشخص له نهم وحب شديد إلى المعرفة وحب الاستثمار، كذلك لديه الالتزام بهدف والعمل على تحقيقه، ولديه قدرة على تقديم الأفكار والاقتراحات المقنعة، ولديه ثقة بالنفس، ويتبادل الآراء والمشاركة مع زملائه، ويتقبل النقد الذاتي، ويتصف بالاستقلالية، وله خاصية قراءة الماء والرأيات، ولديه وضوح للرؤية وصلابة في الموقف والثبات. تحتاج الفكرة لكي تنجح إلى ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول هو عنصر التجديد، أي أن تكون الفكرة مبتكرة وجديدة، فإذا كانت عادية وغير مختلفة عما نقوم به فلا داعي للاستمرار في التفكير بهذه الطريقة. كذلك عنصر الإثارة، الإثارة التي تدفع الشخص لاكتشاف شيء جديد لم يكن مألوفا من قبل، واستثمار المقدرة الطبيعية للشخص، أن تستثمر قدراتك لتقوم بعمل عظيم يجعلك معروفا، والناس تريد أن ترتبط أسماءها بأشياء عظيمة. فالمخترعون الذي اخترع السيارة والذي اخترع الطيارة والذي اخترع الهاتف خلدهم التاريخ، وهذا الحافز هو أيضا يدفع المبدع إلى الإبداع. لو نظرنا إلى المبدعين، فغالبا ما يعني لديهم خاصية في التفكير مختلفة عن بقية البشر. فأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وأعطاه من الإمكانيات الكبيرة التي يجب أن يستغلها استغلالا، ودماغ الإنسان يحتوي على فصين الأيمن والأيسر، وكل فص له مهام وتأثير في عملية التفكير عن الفص الآخر. فالفص الأيمن يميل إلى التخيل والابتكار، والفص الأيسر يركز على المنطق والأرقام. ويجب تعزيز استخدام الفص الأيمن والأيسر لدى المبدع لإثارة الإبداع لديه، والبحث عن الذكاءات المتعددة للطالب وتعزيزه. فاستخدام الفص الأيمن والفص الأيسر مع بعض يؤدي إلى زيادة في الإنتاج. كذلك طرق التفكير، هناك طريقتان للتفكير، طريقة التفكير الرأسي أو العمودي والتفكير الأفقي أو الجانبي. التفكير الرأسي هو البدء برأي أو مفهوم أو اقتراح معين، ثم مواصلة التفكير في هذا الرأي حتى يتم الوصول إلى حل. ويمكن تشبيه ذلك بالشخص الذي يحفر حفرة واحدة في مكان واحد ويحاول تعميق هذه الحفرة حتى يصل إلى ما يريد. أما التفكير الأفقي، النوع الثاني التفكير، فيبحث عن بدائل وطرق واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ القرار. ويمكن تشبيه ذلك بالرجل الذي يحفر حفرة كثيرة في مواقع عديدة، فهو لا يكتفي بحفرة واحدة. إن التفكير الأفقي يساعد على الاطلاع على عدد كبير من الأفكار الغريبة والجديدة، والتي يمكن من خلالها أن تنبت وتبزغ الفكرة الإبداعية. لذلك يجب تعزيز هذا النوع من التفكير الذي يساعد على ابتكار أكبر قدر ممكن من الحلول والبدائل، لأنه ينظر إلى الموضوع من أكثر من جهة. لو نظرنا إلى صفات التفكير الرأسي، ينتقي الحل المطلوب ويكتفي بذلك، يسير في اتجاه واحد محدد تحليلي، يسير في خطوات متتابعة،
لا مجال للخطأ المتسلسل، ويعتمد على الأشياء ذات العلاقة فقط، ويتخذ مساراً واضحاً ومألوفاً. أما التفكير الأفقي فيبتكر أكبر عدد ممكن من الحلول البدائل، وينظر إلى أكثر من جهة، وهو بطبيعة الحال ابتكاري، ويقفز من خطوة إلى أخرى، قد يكون خاطئاً في أحد مراحل التفكير، يبقي على كل المعلومات المتاحة، ولا يعتمد على مسار واضح ومسار تقليدي. فهذا النوع من التفكير هو الأقرب إلى إحداد الإبداع. هناك ما يسمى بالمعادلة الذهبية للإبداع، التي تعتمد على ثلاثة عناصر: قدرات عقلية زائد سمات شخصية زائد بيئة ملائمة. إذا اجتمعت هذه الثلاث أشياء، قدرات العقلية، السمات الشخصية، والبيئة الملائمة، تؤدي إلى الإبداع والابتكار. فالتفكير الإبداعي هو الذي يوصل الإنسان إلى الإبداع، هو العملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى الأفكار، والتفكير الإبداعي يصف عمليات وأسلوب التفكير، والإبداع هو ناتج عملية التفكير الإبداعي. طبعاً التفكير الإبداعي هو عبارة عن أسلوب عمل أو أسلوب تفكير يمكن تعلمه ليكون كبقية المهارات التي نتعلمها. فإذا تعلم الشخص التفكير الإبداعي يستطيع أن يحقق الإبداع، فهو طريق إلى الوصول إلى الإبداع. فخصائص الإبداع: الإبداع هو علم نظري تجريبي، يوجد الإبداع عند كل الناس بدرجات متفاوتة ومجالات مختلفة. فبعض الناس لديه إبداع فني، بعض الإبداع لغوي، إبداع رياضي، إبداع مختلف، ونسبة الإبداع لدى كل شخص مختلفة عن الشخص الآخر. والإبداع قابل للانتقال بالتعلم والتطوير، ولذلك في الشركات الكبرى في الدول الكبرى يأتي موظف عادي بعد التدريب وبعد الصقل وكذا، يصبح مبدعين، يدخل في تيم أو في مجموعة ودورات مكثفة إلى أن يصل إلى مرحلة الإبداع وينتقل، بينما هو قبل فينتقل بالتعلم والتطبيق. قبل التعلم والتطبيق ما كان ممكن، لكن بعد أن دخل في التعلم والتطبيق حصل على مهارات تمكنه من الإبداع. أسس التفكير الإبداعي وكيف نصنع الإبداع، هذه الأسس إذا طبقناها ممكن نصنع عن طريق الإبداع. أول الأسس هذه هو طول التأمل والتفكير. يعني في نظرة إلى مسألة معينة لا ننظر لها بنظرة سطحية وفترة قليلة من الزمن، نعطيها فترة من التأمل والتفكير والدراسة. أيضا هناك عنصر المغامرة، لكن ليس المغامرة الفاشلة، وإنما المغامرة المحسوبة النتائج والتي فيها نسبة كبيرة من النجاح. يعني طبعاً عنصر المغامرة مهم، لأن الإنسان حتى يجرب في أشياء جديدة يغامر، لكن لا يغامر مغامرة غير محسوبة، يعني يغامر بعد حسابات، بحيث يكون حسابات النجاح هي الأعلى من حسابات الفشل. فإذا حسب حسابات النجاح تكون أعلى من حسابات الفشل يمشي في طريق المغامرة. الأساس الثالث في التفكير الإبداعي هو التغيير. طبعاً التغيير ممكن يكون زيادة على شيء أو نقصان أو من شيء معين، أو تغيير كامل الفكرة. فممكن تبدأ بفكرة وأنت تضيف على هذه الفكرة، أو تبدأ بفكرة وتزيل منها بعض الأشياء وتضع فيها أشياء أخرى، أو تبدأ بفكرة من الصفر. فهذه هي سبب التغيير. إذا كنا نعمل في شيء بدون تغيير لا داعي للاستمرار. الأساس الثالث للمبدع أنه الصبر وتحمل سهام المعالجة. هناك كثير من الناس المثبطين والمنتقدين، وقد يكون الانتقاد حادا في بعض فبعض الناس من لا يستطيع مواجهة سهام المعترضين فيقف، لكن المبدع يجب أن يتحلى بالصبر ويتحمل.
الأساس الآخر هو ترك الطرق التقليدية والتفكير بطرق لا تقليدية، والاستمرار وعدم ترك الحل غير كامل. استمرار يعني شوف التفكير الأفقي، النظر للموضوع من عدة زوايا من عدة اتجاهات، فهذا النظر ممكن تذهب في فكرة تقف فيها، تغير الفكرة إلى فكرة ثانية، لكن يجب أن يكون هناك استمرارية، عدم توقف، يعني بالتوقف انتهت العملية. أيضا نقطة مهمة في المبدا أنه تدوين الملاحظات والخطوات، لأن بدون تنظيم وتدوين ينسى. ففي كل طريقة يذهب فيها يكون له ملاحظات، فإذا أراد أن يرجع إليها مرة ثانية لا يرجع للصفر، وإما يرجع إلى المنطقة التي توقف فيها، يعني الاستكشافات اللي سواها. وكذلك عملية الربط والمقارنة، ربط المفهوم مع مفهوم ثاني، ربط المقارنة مع الفكرة مع فكرة ثانية، فهذا المقاربة والمقارنة والربط يساعد في إيجاد أفكار جديدة. والإصرار والتحدي، فإذا دربنا أي شخص على هذه المهارات، أعطيناه مهارات التأمل والتفكير، أعطيناه عناصر المغامرة، أنه يجب تكون مغامرة محسوبة، وكيف تحسب عناصر النجاح وعناصر الفشل، كم نسبة النجاح كم نسبة الفشل، وهل تستمر في المغامرة ولا توقف إذا اكتشفت نسبة النجاح ضعيفة. إذا تعلم هذه الحسابات أيضا راح يصير يستطيع. وكذلك نعلم على الصبر، ترك التفكير خارج الصندوق، الاستمرار، وهذه مهارات تدرس حاليا وفي شكل دورات، والموظفين الجدد في الشركات طبعا يدخلوا في الشركات مع تيم ويمتلكوا هذه المهارات، وبعد فترة قصيرة من امتلاكهم هذه المهارات يبدأوا في عملية الإبداع. يعني مثل ما ذكرنا، هو الإبداع ممكن أن ينتقل من شخص إلى شخص بالتعلم والتدريب. وواحدة من الأساليب المتبعة هي موضوع البرين ستورمينج أو العصف الذهني، وهي طريقة علمية جماعية إبداعية ميسرة، غايتها والهدف منها توليد الأفكار واقتراح الحلول للمشاكل وتجاوز النقائص. تحاول المجموعة إيجاد حل لمشكلة معينة بتجميع قائمة من الأفكار، يساهم فيها أفراد المجموعة بتأطير مؤطر أو أستاذ أو منشط كوردينيتر أو شخص. أسلوب العصف الذهني من أساليب التنشيط وتنمية التفكير الإبداعي، واستنطار الأفكار، واستخراج الحلول، وتقديم الاقتراحات للمشاكل والمسائل والقضايا التي تتطلب تفكيرا جماعيا أو تعبيرا. وتقوم استراتيجية العصف الذهني على فرضيات العقل الجماعي بدل العقل المنفرد. رأي المجموعة يكون أفضل من رأي الفرد. العمل الجماعي بدل الخيال مصدر الأفكار. الكم يولد الكيف، هو التدخل يعيق ويعطل، والأفكار تتلاقح، الأفكار تتلاقح مع بعضها حتى نصل إلى فكرة. وهذه طبعا متبعة كثيرا في كثير من الاستراتيجيات، يعني اليابانيين هم تقريبا من أكثر الناس يعني اهتمام بهذا الموضوع، عندهم العمل الجماعي والفكرة الجماعية والعصف الذهني، يعني مطورين واصلين فيه إلى درجة كبيرة من القائمة. أيضا هناك طريقة لقياس مستوى الإبداع، ففي يعني بعض الأكاديميين أمثال بول تورتس يعتبرون من المراجع المهمة في فهم ماهية الإبداع وتطويره عند الأفراد من جميع الأعمار. وقد صمم تورانس هذا اختبار خاص لقياس مستوى التفكير الإبداعي اسمه TTCT، اللي هو اختصار تورانس تيست اوف كرييتيف ثينكينج، TTCT.
والآن يتم استخدامه بشكل واسع في الولايات المتحدة وترجم إلى أكثر من 300 لغة. وقد حث في منشوراته على أهمية إدماج التدريب على تقنية التفكير الإبداعي في البرامج التربوية بناء على أسس علمية تهتم بدعم نقاط القوة الفردية لدى كل متعلم بدلا من محاولة تصويب نقاط ضعفه. إذ يؤمن تورنس أن لكل فرد شخصيته الفريدة التي يجب احترام قدراتها والوثوق في إمكانياتها وإعطائها فرصة النجاح ولو تعرضت للفشل أثناء المحاولات. الفشل أثناء المحاولات وارد في كل الاختراعات وفي كل التقدم، ما كان التقدم من أول خطوة ولا كان من أول مرحلة، كانت هناك تجارب وكانت هناك حالات نجاح وحالات فشل إلى أن نصل إلى الإبداع. طبعا الاختبار هذا في شكلين من الاختبار، شكل صوري صور وشكل كتاب. الاختبار الصوري يستخدم لقياس خمسة إحساسات ذهنية لاكتشاف القدرة الإبداعية للشخص: الطلاقة فلونسي هي قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد من الأفكار، هي صادمة يعني أنا من أشوف الشخص صور وأطلب من عنده تعليق على صور أو وضع عنوان الصورة أو كتابة تعبير عن الصورة، فأنا أحاول وأطلب من عنده أكثر من احتمالات، فهو أستكشف من عنده من جواب من إجاباته هل هو عنده قابلية على الطلاقة، قدرته على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار ولا لا. إذا كتب لي سطر واحد يعني عنده فكرة واحدة، بس إذا كتب أكثر من فكرة معناته ريتش في الأفكار. في أيضا هناك اللي هي مقاومة التوقف قبل الأوان، resistance to premature closure، اللي هي الإصرار على حل المشكلة من عدم، يعني هل هو give up بسرعة ولا مستمر، عنده مقاومة على عدم التوقف استمرار. ايضا ممكن قياسه طبعا من هذه الصور، لان يعني انت راح تعطي اشياء صور كثيره، فممكن اول خمسه ست صور تكتب فيها وبقيتها، فمعناته هذا ما عنده مقاومه السيستم. ايضا قابليه الاساءه والتوضيح اللي يسموها الابوريشن، القدره على تطوير فكره معينه وعمل اضافات لها وبلورتها لتصبح فكره جديده، هاي يسموها مهارات الابوريشن. الأصالة originality، القدرة على إيجاد حلول غير مألوفة أو تعليق غير مألوف أو عنوان لصورة غير مألوفة، okay. أو وضع العناوين المجردة، okay. اللي هي abstraction abstractness of context. طبعاً هذه وهو مناسب لجميع المراحل، يعني هذا التيست موجود وممكن المدارس الجامعات تأخذه، يعني يكون حدود يعني $6، يعني طبعا اشتراك مع مؤسسة، وهذه المؤسسة ترسل التيست وتصلح التيست، فممكن التصليح يكون ذاتي يعني داخلي او يكون تصليح ترسل هذه برا، $6. والكتاب الثاني $9 للفرد. طبعا هذه يستخدموه في المدارس في مراحل من الكيندر جاردن الى التست. وايضا هو طبعا يوفر تقييم الاحساسات الذهنيه المذكوره سابقا، وكذلك يقيس نقاط القوه الابداعيه، القدره على التعبير العاطفي اللي هي ايموشنال اكسبرسفنس، التصور الداخلي انترنال فيجواليزيشن، الطلاقه في سرد القصص ستوري تيلينج ارتكليزم، التوسع او كسر الحدود، الحركة والعمل، الفكاهة، نسبة الفكاهة عند الشخص، القدرة على طبعاً من التعليقات اللي راح يكتبها على الصور والعناوين تكتشف انه يعني هل هو عنده حس فكاهي ولا ما عنده حس فكاهي ولا كئيب ولا، فهاي كلها تنعكس، يمكن قياسه طبعاً هو تيست يعني ما هو يعني سهل، ففي كثير أبواب وصور مختلفة ووضعيات مختلفة بحيث تكتشف هذه الأشياء من القدرة على العناوين المعبرة، الثراء الصوري، تجميع الصور الغير كاملة،
التلوين الصوري، تحليل الخطوط والدوائر، الخيال فانتسي، التصور غير عادي. فهذه يمكن قياس هذه المهارات او هذه فبقياس هذه نستطيع قياس مستوى تفكير الابداع الشخص. اصبح مفهوم الابداع الابتكار حديث الاكاديميين والباحثين في كل المؤتمرات التعليميه عربيا وعالميا، لعل ابرزها مؤتمر القمه العالمي للابتكار في التعليم يسمونه وايز، المؤتمر القمه العالمي للابتكار في التعليم، والذي اضحى مناسبه مهمه في البحث عن سبيل عن سبل تطوير التعليم من خلال مناقشه افكار متجدده ومبادرات رائده، وعلى التوصيات التي تنتجها العديد من الورشات التي تجمع خبراء عالميين والمنظمه من قبل. يقبل التحدي اليوم في كيفيه بلوره هذه الافكار والتوصيات على ارض الواقع، وفي سبل تكييف المناهج الدراسيه بما يتناسب وثوره التكنولوجيا الرقميه. كل ذلك من اجل تغيير الممارسه التعليميه وتطويرها بشكلها التقليدي القائم على التعليم على تقديم التعلم بناء على معايير واهداف موضوعه مسبقا الى منهج تربوي حديث يحفز الابداع والابتكار في المدارس ويشجع التفكير النقدي لدى الطلاب دون الخوف من الفشل او الرسوب. يعني المناهج التعليميه الحاليه معظمها الطلاب يدخل المدرسه يحفظ بعض النصوص يمتحن ينجح يصل. فهذه طبعا تقي ممكن الطالب بعد اسبوع اسبوعين يسلم المعلومات زيرو. لكن اذا دخلت المعلومات عن طريق التفكير وعن طريق المشاريع وعن طريق ربط بالواقع وعن طريق يكون عن طريق انه ما اعطيه المعلومه هو يكتشف المعلومه راح يشوف الاشياء، فهذا يؤدي الى انتقال من التعليم التلقيني الى التعليم التفاعلي والتعليم الحديث. طبعا في الخبراء دافيد هيوتس مؤسس ديجيتال لاب اللي هو في يونيفرستي اوف نورث كارولينا، الابتكار اصبح مهاره اساسيه تؤثر بشكل غير مباشر في الاقتصاد العالمي، وانه من المؤسف ان تفتقر الانظمه التعليميه التقليديه الى تصور علمي قابل للتطبيق داخل الفصول الدراسيه يجعل من الابداع والابتكار معيارا هاما في سيروره التعليم. وكل الابحاث والمعطيات تدفعنا الى الاستنتاج اننا بدنا بحاجه الى تطبيق استراتيجيات جديده تركز على تعليم الاطفال الاساسيات مع الادراج المرحلي لمناهج دراسيه يتم تكييفها عبر طرق تدريس مبتكره تجعل من الفصل مكانا لاستلهام الافكار واثاره التفكير الابداعي. يعني نعطي للطالب معلومات الاساسيه وبعد ذلك نحاول الى الابتكار. ومن هنا تبدا مهمه المدرس الذي يمكنه فعل الكثير في هذا المجال. في بعض الافكار لصناعه الابداع في المدارس. طرح الاسئله المناسبه والبحث عن الجواب بوسائل ذاتيه. طبعا زي كولت اللي هو استلوزي بيتر انه اي ويل نوت يعني ما اعطي الجواب للطالب هو مسؤول عن الجواب ممكن يكون يبحث بدل الطريقه التلقينيه انه اعطي المحاضره واعطي الاسئله وبعدين في نهايه المحاضره اعطي الجواب احل الاسئله واحل الجواب لا انا اعطيه الاساسيات واطلب من عنده هو يكمل يعني اعطيه المعلومه الاساسيه والباقي على الطالب. تنميه التفكير المنطقي اللوجيك عند الطالب استخدام نظام الطاولات المستديرة في الفصل حتى يصير التفكير الجماعي والعصف الذهني فاستخدم طاولات مستديرة. التعليم القائم على المشاريع لا يكون تعليم فقط جاف نظري وانما يحاول يكون فيه بوينتس. فالطالب عن طريق المشروع يبدا في البحث يبدا في ايجاد طرق التفكير وهذا يؤدي الى التعليم من خلال مشاريع. يعني لا يكون التقييم فقط على الامتحان. يعني الامتحان ممكن طالب يبدع في الامتحان ياخذ كل مرة لكن ما فهم الاشياء الخبايا والاشياء الاساسيه الموضوع. لكن لما يكون عنده بروجكتس عملي بهالحاله هذه راح يحاول يفهم اكثر. والفهم اللي عنده راح يثبت اكثر مما يكون نظري. الاهتمام بافكار الطلاب
فكل فكرة هي براءة اختراع، اعتبار كل فكرة لكل طالب هي كأنه براءة اختراع، فإبداء الاهتمام بالأفكار. استخدام أدوات التفكير الإبداعي الرقمية، استخدام برامج يعني التي فيها مثلا جيم، تعليم عن طريق جيم، في التحدي اللي موجود في الجيم حتى يصل إلى مراحل الجيم الأولى والثانية والثالثة يحل مسائل، فبيحل حتى يصل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الصعبة لازم يحل مسائل رياضية مثلا، فهذا يؤدي إنه هو الطالب يقوم في عن طريق الإبداع الرقمي، يعني الطالب يأخذ مهارات كبيرة عن طريق التعليم عن طريق لعب الجيم. استخدام طبعا ربط المعارف والمهارات بالحياة اليومية، هذا أيضا مهم ربط بالحياة. واستخدام التقاطعات بين المواد الدراسية، يعني مثلا الرسم والرياضيات أو مثلا الجغرافيا والعلوم الطبيعية، مثلا أفكار اللي هي مثلا أفكار استخدام الإبداع الفني في تحبيب الرياضيات للأطفال، رسوم استخدم الرسم مع الرياضيات، فالطالب بدل ما يتم تكون الأشكال ركوع الأرقام تكون على شكل صور جميلة، فهو يجمع هذه بالأصابع، فاستخدام الرياضيات مع الرسم، أو مثلا مشاريع صفية تدمج الإبداع الفني في التعبير الكتابي، تعبير كتابي مع الفن، أو توظيف الفن في الرياضيات، مثلا درس التماثل مثلا نموذج وهكذا، فهذه اللي هي التقاطعات، يعني تقاطعات بين المواد، خلي مزج مادة مع مادة ثانية، فن مع الرياضيات، الجغرافيا مع العلوم السياسية الطبيعية، فهذا يؤدي إلى أيضا حماية حقوق المبدع. طبعا المبدعين لهم حقوق، ولإغراض حماية حقوق المبدعين هناك عدة طرق، في براءة الاختراع يعني يقدم على براءة اختراع يحصل على براءة اختراع، طبعا ممكن أن تكون براءة اختراع من محلية وتكون عالمية، المشكلة في براءة الاختراع أنه تأخذ وقت وكذا، فهناك مثلا ما يسمى الغلاف سولو أو سولو إنه أنت يعني مجرد أنه عندك الفكرة في البداية أنت تروح تسجلها في غلاف سولو، إنه أنا راح عندي فكرة تانية ملخص بسيط، فهذا يعطيك الحق إنه لا يمكن لشخص ثاني يمشي في نفس الموضوع هذا لحين ما أنت تحصل على براءة الاختراع، فيكون كأنه هي براءة اختراع مؤقتة، لأن براءة الاختراع قد تأخذ سنة أو ست أشهر أو كذا. أيضا هناك علامة تجارية، ممكن إشارة مميزة، يمكن الحصول على تمثيل مادي بشأن تمييز المنتجات أو الخدمات المنظمة كحروف أو رسوم، فهذه العلامة التجارية. حماية سرية الإبداع واتخاذ جميع الإجراءات لكي لا تنتشر نتائج الإبداع، ويتطلب التزام العاملين بالسرية التامة في شركة معينة. وعلامة حق الإبداع اللي هي الكوبي رايت، إنه تكتب أنت مثلا كوبي رايت تكتب سي، وهذا معناها شخص إذا يبغي ياخذ شيء من عندك أنت صاحب الفكرة أو صاحب الحق، فلا يعني يجب أن يتصل فيه ياخذ الإذن أو يدفع أو كذا إلى آخره. فهذه من معوقات الإبداع، في ممكن تقسيم معوقات الإبداع إلى عقبات نفسية أو معوقات دينية أو المحيط أو الجو. فالعقبات النفسية هي ضعف الثقة بالنفس، الخوف من الخطأ، عدم امتلاك الجرأة والمغامرة، الإحساس بالعجز والانعزال، والخوف من التجديد والتغيير، هذه عوامل نفسية. وفي عقبات ذهنية، إنه عادات التفكير الخاطئة، في عادات تفكير، بعض الناس عندهم عادات تفكير خاطئة، يعني لا ينظر إلى الموضوع إلا من زاوية محددة، أو وجهة نظره هي صحيحة ووجهة نظر الآخرين خاطئة، أو إذا هو في شركة أو أحد أعطاه فكرة هو فكرته جيدة وفكرته الثانية غير جيدة، فهذه عقبات ذهنية. ضعف الملاحظة، ما يلاحظ الأشياء. قلة التفكير، ما يتعب نفسي تفكر ليش هذا صار ليش هذا ما صار، انخفاض مستوى الذكاء عندي. وعقبات المحيط أو البيئة، يعني في البيت أو المدرسة مثلا، إسكات المبدع، استهزاء، زرع الخوف والتهديد، طريقة التدريس التقليدية
ونقص الامكانيات التربيه للمدرسين، مدرسين ما عندهم مهارات في التدريس او معوقات في اذا كان موظف في العمل او المجتمع، الجو الاداري الرديء، التضييق في العمل، النقل التجريب، معارضه الافكار الجديده، هذه كلها معوقات. طبعا هذه المعوقات يجب يعني معرفتها اول شيء وتصحيحها حتى يعني نخلص الانسان. ايضا تشجيع ونشر الابداع بين افراد المجتمع خصوصا الشباب يجب ان نتبع الخطوات التاليه. الخطوه الاولى هي استخدام انظمه اكتشاف المبدعين لفوز المبدعين. يعني مثل هذا التيست اللي تكلمنا عنه. فانا اذا انا كنت في مدرسه او كنت في جامعه او كنت ممكن استخدم التيست حتى افرز المبدعين. هاي الخطوه الاولى. فرص المبدعين. الخطوه الثانيه تبني المبدعين وتشجيعهم بالدعم المادي والمعنوي. فرستهم بعدين اشجعهم. الخطوه الثالثه توفير بيئه تساعد على اخراج الطاقات الابداعيه لديهم. توفير بيئه جيده. انشاء مراكز خاصه للمبدعين لتنميه قدراتهم وتعليمهم طرق التفكير الافقي والتفكير بطريقه لا طرق تقليديه وحمايه حقوقهم وكيفيه استثمار المقدره الطبيعيه لهم، وكل هذه الاشياء ممكن تدريسها عن طريق دورات وعن طريق فهذه اللي تقوم فيه يعني الدول والشركات حتى ارفع من مستوى حتى خليج اعطيها الحوافز اللي كانت. احترام اقتراحات الموظفين ومنحها ما يستحق من الرعايه والدعم. مثلا شركه تويوتا طبقت مليون فكره خلال 40 سنه، طبقت مليون فكره من افكار الموظف. اي فكره للموظف تحاول تطبقها. فتطبيق افكار هذا يشعر الموظف انه افكار لها قيمه وتاثيرها. العنايه بالتعليم في الفصل الدراسي يجب ان لا يقتل الابداع لدى طلاب المدارس باعتماد اساليب التعليم التلقينيه القديمه، وانما على اساليب التعليم الجديده التي تتبنى قدرات وقابليات الطلاب المختلفه وتستخدم العصف الذهني والعمل الجماعي ونظريات التعلم العميق الاضافي، وادخال نظم حديثه بالتعليم التي تتبع اساليب الاثاره والتحفيز. وطبعا في مملكة البحرين مشروع التمكين الرقمي الذي اطلقه جلالة الملك حمد حفظه الله وولد وزارة التربية في مملكة البحرين، يعني يعتبر مثال على استخدام النظم الحديثة في التعليم. فإذا تم تطوير استخدامه على جميع مدارس المملكة هذا أيضا سيؤدي إلى يعني تشجيع الإبداع ورفع مستوى الإبداع في مدارس المملكة. في الخاتمة نختم فنؤكد ما ذكرناه سابقا، ان الابداع علم نظري تجريبي، وان الابداع يوجد عند كل الناس بدرجات متفاوته ومجالات مختلفه، وان الابداع قابل للانتقال بالتعلم والتدريب والتطبيق، وان يستند الابداع على ثلاثه اعمده هي القدره العقليه والسمات الشخصيه والبيئه الملائمه. والابداع عمليه تراكميه تتراكم عند الانسان، وكلما زادت خبرته زادت فرص الابداع لديه. والابداع لا ينشأ من فراغ وانما يحتاج الى حافز لانطلاقه. والابداع لا يتوقف على قدرات المبدع، فكثير من المبدعين لم يكن لهم ذكاء عاليا او قدرات خارقه وانما حصل على ابداع بالتدريب والتحليل والمثابره. والابداع نتاج تفاعل المبدع مع غيره بالتفكير الجماعي والرصد الذهني يولد الابداع. والابداع يتاثر بالمناخ المحيط بالمبدع، فكلما كان المناخ مشجعا للمبدعين زادت فرص الابداع والعكس صحيح. والأنظمة التعليمية الحالية بأمس الحاجة إلى ثورة إصلاحية على مستوى المناهج وطرق التدريس لتواكب ثورة العالم الاقتصادية والتكنولوجية بشكل يتيح للمدرسين وسائل أكثر وحرية أكبر للإبداع في مهنتهم واختيار ما يناسب تطلعاتهم لتجهيز جيل المستقبل، الجيل الذي ينتظر منه الكثير. وشكراً يا صالح. Thank you.